مشاهدينا وجمعات أخبارنا العالمية، ونبدأ من جارديان. العفو الدولية تتهم قطر بانتهاكات منهجية لحقوق العمال المهاجرين. قالت صحيفة الجارديان البريطانية أنه بالرغم تعرض قطر لحملات انتقاد على مدار 5 أعوام، إلا أن الفيفا والسلطات القطرية متهمين بالتعامل بلا مبالاة حيال الانتهاكات المنهجية والمعاملة المرعبة للعمال المهاجرين الذين يعملون في الملاعب التي تستضيف كأس العالم في 2022. أشارت الصحيفة كمان إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية الجديد اللي اعتمد على مقابلات أجريت مع 132 عامل بيجددوا استاد خليفة الدولي في الدوحة، ومع 102 منسق حدائق بيعمل في المجمع الرياضي سباير زون المحيط بالاستاد، أوضح أن جميع هؤلاء العمال تعرضوا لانتهاكات لحقوق الإنسان بشكل أو بآخر. أوضحت الصحيفة أيضا أن نتائج التقرير ستثير الجدل، لأن لجنة قطر العليا تعهدت بالوفاء بالحد الأدنى من المعايير في مشاريع ملاعب كأس العالم، وجعل ذلك أولوية لمواجهة الانتقادات الواسعة بشأن الظروف التي يعيش ويعمل بها العمال المهاجرين اللي بيشكلوا 90% من تعداد سكان قطر اللي بيبلغ 2.1 مليون نسمة. وأضافت أيضا أنه لأول مرة قالت منظمة العفو أنها حددت بشكل قاطع سوء المعاملة والانتهاكات في موقع استاد كأس العالم، وليس فقط في البنية التحتية للمشروعات التي تدعم رؤية قطر الطموحة لسنة 2030. نروح لإنديبندنت، وراكب يروي قصص طريفة جدا لمصريين على متن الطائرة المخطوفة. نقلت صحيفة إنديبندنت البريطانية عن عبد الله العشماوي، هو أحد ركاب طائرة مصر للطيران اللي اختطفها سيف الدين مصطفى بحزام ناسف مزيف عشان تهبط في قبرص زي ما احنا عارفين. قال هذا الرجل روايته حول كيفية تلقي بعض الركاب لخبر اختطافهم، فرغم الذعر اللي أصابهم إلى أن ردود الأفعال يعني لم تخلو طبعا من خفة الدم المشهور بها المصريين. إنديبندنت بتقول أن الرواية بتظهر شجاعة استثنائية لطاقم الطائرة الحقيقة، كمان بتظهر حكاية شخص كان قلقان جدا عشان كان واخد معاه فرخة مجمدة وكان خايف أحسن الفرخة تبوظ. بس جميع القصص الحقيقة عكست جانب إنساني لتهديد بدا خطير جدا للغاية في وقته. بيسرد العشماوي حاجات بقى كتير جدا، زي أن صحي استيقظ أحد الركاب قيل لهم أن هم رايحين أوبروس ومخطوفين والكلام ده كله، فرد مستنكرا ليه أوبروس، أنا كده مش هيبقى عندي إنترنت، ويعني مش مشكلة عنده مخطوف، ومشكلة عنده أن الإنترنت هيتقطع عنده. في واحد تاني اتكلم مراته على التليفون وقال لها عن ان كان هو عنده اموال كان بيخبيها في احد البنوك. المشكلة بقى ان مراته نسيت ان هو مخطوف وقالت له انا ما سمعتش اسم البنك كويس، ممكن تقولي اسم البنك؟ مش مشكلة ان هو مخطوف، بس قالت له حطت الفلوس فين. حسب العشماوي، وده كلام حسب العشماوي يعني اللي قال قصة بقى راجل تالت عرف من الحفاظ، يعني عرف ان هو يخلي الفرخه البلدي دي متجمده في شنطته، حتى اخذوها منه يعني وهم طالعين الطياره. مشكله الفرخه بقى ان هو كان متعصب جدا جدا بعد ما عرف ان في حزام ناسف، وقال لهم يعني انتوا عديتوا الحزام الناسف ومش عايزين تعدوني بالفرخه، فدي كانت مشكله برضو عند الراجل ده. يعني سابوا موضوع الخطف بيكلموا حاجات تانية خالص ملهاش علاقه بالخطف، بس دي حاجه يعني قصص ظريفه اكيد هنقعد نحكيها سنين بعد كده. تعالوا بقى نروح لاخر خبر معانا في أخبارنا العالمية. صحيفة أس الإسبانية، برشلونة الأكثر إنفاقا للرواتب من الريال ب 11 مليون. بتشهد الجولة 31 بالدوري الإسباني مواجهة من العيار الثقيل، حيث يستضيف برشلونة نظيره ريال مدريد في كلاسيكو الأرض في المباراة اللي بتقام على ملعب كامب نو بكرة السبت في تمام 8:30 مساء بتوقيت القاهرة. كشفت صحيفة أس الإسبانية أن الفريق الكتالوني بينفق لدفع رواتب لاعبيه أكثر من الملكي ب 11 مليون يورو، حيث يسدد برشلونة 114.5 مليون يورو، بينما يسدد ريال مدريد 103 مليون يورو لنجومه. بيعد النجمان الأرجنتيني لاينيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر حصولاً على الرواتب في الفريقين على الأطلاق، حيث يحصل البرغوت على 21 مليون يورو، بينما يحصل الدون على 21 يعني تقريباً ميسي 21 وشوية وكريستيانو رونالدو 21 مليون يورو بس. يذكر أن برشلونة بيتصدر الليجا برصيد 76 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد ثالث ب 66 نقطة. ده كان آخر خبر معانا في أخبار